بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن الكربوهيدرات. الكربوهيدرات one of the fourth major classes of the biomolecule along with the protein, the lipid and the nucleic acid. الكربوهيدرات serve as energy store and metabolic intermediate. شنو أنواع الكربوهيدرات اللي اليوم راح نسوي لهم التست؟ عندنا جلوكوز وعندنا فركتوز وعندنا ستارش and السكروز. طبعا في البداية احنا خذينا الباودر من الجلوكوز وحليناه مع الووتر وسويناه سوليوشن جلوكوز والفركتوز والستارش والسكروز. راح نشوف التست حق each kind of carbohydrates. اولا الجنرال تيست حق الكربوهيدرات اللي راح يعطيني بوزيتيف ريزلت مع ايتش كايند اوف كربوهيدرات. راح ناخذ 2 ملي من ايتش كايند اوف الكربوهيدرات، 2 ملي من الجلوكوز، 2 ملي من الفركتوز. الستارش يحتاج to need time for dissolve. 2 ملي من الستارش و 2 ملي من السكروز. راح نضيف عليهم 2 drops من الموليش reagent وراح نضيف عليهم drops of H2SO4 لكن on the side of a tube. ما نضيفها direct، لازم نميل قليلا في التست تيوب ونضيف ال H2SO4 on the side of التيوب. ناخذ الموليش ريجنت ونضيف 2 drops in each tube of الكربوهيدرات. بعدين on the side of tube we will add drops of H2SO4. drops يعني واحدة ثنتين أو ثلاث. راح نحصل على هذه النتيجة في كل هذه مع الجلوكوز، هذه مع الفركتوز، هذه مع الستارش، وهذه مع السكروز. وجود طبقة سوداء تكون معلقة في بداية التيوب. هذا الجنرال تيست للكربوهيدرات وهو عبارة عن الموليش ريجنت مع المساعد H2SO4، وجود طبقة سوداء من الموليش ريجنت on the top or on the bottom of the tube في all carbohydrates. Thank you.
التست الثاني هو عبارة عن using الفهلينج reagent فهلينج A فهلينج B راح نضيفه على الجلوكوز والفركتوز. راح نميز between الجلوكوز والفركتوز. راح ناخذ 1 ملي من الكربوهيدرات من الجلوكوز وواحد ملي من الفركتوز فقط اللي راح يعطينا نتيجة، ونضيف عليهم 1 ملي من فهلينج A in each tube، 1 ملي من فهلينج B in each tube. بعد ذلك ناخذهم ونحطهم في الووتر باث، نشوف هذا اللون اللي واضح عندنا، وراح ناخذهم ونحطهم في الووتر باث فور 5 minutes. نضعهم في الووتر باث فور 5 minutes to distinguish between glucose and fructose. مع التست فهلينج reagent فهلينج A وفهلينج B we added to glucose الفركتوز والستارش والسكروز مع الجلوكوز والفركتوز، عطاني النتيجة الفعالة وهي البوزيتيف ريد كولر because it is reducing sugar react with فهلينج A and فهلينج B while starch and sucrose are not reducing sugar so give negative result the color not change reducing sugar give red color مع الجلوكوز والفركتوز مع السكروز ومع الستارش negative result. With iodine test we will do it with the starch only. We will take 1 or 2 milli of starch and we add only just 1 drop. We will see the color change to the purple color. This is the negative result with starch. If we do it with another kind of carbohydrate, for example, glucose, will not give us this color we need it, the purple color change to the black because starch is a polysaccharide.